السلام عليكم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة جرامر مفيد يوسفور جرامر. درسنا النهاردة تكملة للموضوع الطويل بتاع الديترمينرز، أدوات المعرفة والنكرة. مش بس كده، لا، ده درس النهاردة هو أول درس في تقريبا 4 أو 5 دروس بيتكلم بس عن أداة المعرفة ذا، لأن ناس كتير جدا عندها مشكلة في إمتى تاخد ذا وإمتى ما تاخدهاش، والموضوع مش متساوي مع العربي بشكل كامل، يعني مش بنسبة 100% كل مرة تاخد فيها ذا اللي هي الألف واللام في اللغة العربية تقدر تاخد فيها ذا في اللغة الإنجليزية، وإن كان أكتر من 80% الموضوع موازي وبسيط. وال4 دروس الجايين دول يمكن يتكلموا عن 20% اللي هما الفوارق أو الاستخدامات الخاصة بتاعة ذا. نبدأ مع بعض. Unit 72 ذا Number 1 Section A. We use the when there is only one of something. بتستخدم ذا لما يكون بس في حاجة من نوعها، يعني حاجة واحدة بس من شيء معين. What is the longest river in the world? إيه هو أطول نهر في العالم؟ طبعا ده منه واحد. ليه؟ في كلمة longest أو الـ superlative، عملية الأفضلية هنا أو التفضيل، دي بيبقى دايما واحد بس في الحاجة دي، وإلا ما كانتش تبقى superlative، تبقى مقارنة comparative. فهنا longest مفيش غير longest واحد، نهر النيل مثلا. ف there is only one longest river، في بس واحد longest، لكن في many longer، لكن واحد longest. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. حط ذا في الثلاث كلمات the sun, the moon, the earth عشان عارف ان الكلمات دي كلها ما فيش منها غير شمس واحدة، ارض واحدة، قمر واحد. لو اتغير الكلام من كوكب الارض كوكب المشتري مثلا، فده حوالي بيلف حواليه حوالي 16 قمر. فإذا أنت لو جيت تستخدم معاه ما تقدرش تقول مع كوكب المشتري the moon، ما ينفعش، هتستخدم تقول which moon، أنهي واحد، لأن هم كتير. I'm going away at the end of the month، أنا هخرج أو هسافر في آخر الشهر، لأن في واحد بس at the end of the month، في end واحدة له. طب don't forget the، ما تنساش بقى the مع حاجة زي إيه. Paris is the capital of France، Paris عاصمة، باريس عاصمة فرنسا. But we use an to say what kind of thing or something is. يعني لما تكون بتقول إيه نوع الحاجة دي بتاخد آوي an. يعني نعمل مقارنة بسيطة. The sun is a star. يعني الشمس نجم. كلام منطقي. لو أنت قلت الشمس النجم كأنك بتقول هي وليس غيرها. يعني هي وبس. فيعني معنى الكلام one of many stars. واحد من كتير من نجوم كتير يعني. هنا تعريف لكنه، تعريف لنوعه. The hotel we stayed at was a very nice hotel. كان أوتيل كويس جدا. الأوتيل اللي احنا قعدنا فيه بالنسبة من أوتيلات كتير جدا كان كويس، واحد من حاجات كتير كويس، بس اللي احنا قعدنا فيه كان واحد. عشان كده خد ذا في الأول وآ في الآخر. Section B. We say the sky, the sea, the ground, the country, the environment. السماء والبحر والأرض، وتقدر تقول البلد أو الريف، الاثنين ينفعوا. The government, the environment، أسف، يعني البيئة. We looked over all the stars in the sky، بصينا على كل النجوم في السماء. Would you rather live in a town or in the country؟ تحب أو تفضل تعيش في مدينة ولا في قرية؟ We must do more to protect the environment، إحنا مفروض نشد حيلنا شوية أكتر عشان نحافظ على البيئة. The natural world around us، اللي هي الحياة الطبيعية اللي حوالينا. Neither we say space without the when we mean space in the universe. بناخد كلمة space من غير the لما نكون نقصد space اللي في universe، مش منطقة فاضية في مكان معين. يعني there are millions of stars in space، في ملايين النجوم في الفضاء. في العربي احنا بنحط ألف ولام، هنا لا. طيب لو السبيس دي بمعنى منطقة فاضية بقى، I tried to park my car but the space was too small، حاولت أركن عربيتي لكن المساحة كانت صغيرة، المساحة الفاضية هنا مش الفضاء ولا حاجة. Section C. We use the before same، ودي من الاكسبريشنز المشهورة جدا اللي بيجي معاها the. Same يعني نفس، مع إن في العربي مفيش فيها ألف ولام. يعني your pullover is the same color as mine، البولوفر بتاعك هو نفس اللون، نفس لون البلوفر بتاعي. These two photographs are the same، الصورتين دول هما يعني نفسهم.
Section D. We say, go to the cinema, the theater. رحت السينما المسرح. I often go to the cinema, but I haven't been to the theater for ages. أنا غالبا بروح السينما لكن أنا ما رحتش المسرح بقالي كتير. When we say the cinema, the theater, we do not necessarily mean one particular cinema or the theater. هنا بقى الموضوع إلى حد ما في نوع من الاختلاف شوية خاصة في البريتش. طبعا نفس القصة في الأمريكان لكن خص أكتر البريتش. يعني كلمة ذا مع ثيرا ومع سينما مش معناها سينما معينة، لا معناها السينما والسلام. حتى في العربية نقول أنا رحت السينما كمكان مش كسينما الفلانية. يعني we usually say the radio but television without that. مع راديو بناخد ذا ومع تلفزيون ما بناخدش. I often listen to the radio. We hear the news on the radio. I often watch television. We watch the news on television. But you cannot turn off the television, please. طيب ايه بقى هنا حط تقفل التلفزيون please. وايه الفرق بين تلفزيون؟ تلفزيون ده الموضوع. تلفزيون ده الجهاز. راديو ده راديو ستيشن على موجات الراديو. مش جهاز الراديو نفسه. فلما التلفزيون بتحط له ذا او لما بيكون جهاز تقصد بيه الجهاز بتاخد له ذا، لما بتقصد بيه الموضوع او الفكره تاخد لهش ذا في التلفزيون. Compare. There isn't a theater in this town. ما فيش بتاع مسرح في البلد دي. I'm going to buy a new radio او television set بين قوسين. Set يعني جهاز. انا اشتري راديو جديد او تلفزيون جديد كجهاز. Breakfast, lunch, dinner. الوجبات. We don't normally use the with the names of meals. يعني غالبا ما بنستخدمش the مع اسماء الوجبات. يعني حط خد بالك هنا normally بشكل طبيعي لكن ده مش معناه دايما. What did you have for breakfast? كلت ايه في breakfast? We had lunch in a very nice restaurant. خدنا الغداء بتاعنا في مطعم كويس. What time is dinner? العشاء امتى؟ But we use a if there is an adjective before breakfast or lunch. لما بتحط صفة قبل breakfast أو lunch كويس وحش طويل قصير كبير صغير فبتحط قبلها a. يعني we had a very nice a very nice. Nice دي صفة بتوصف lunch فبتحط له a. Section F والأخير platform 5 room 126 etc. We don't use the before noun number before noun plus number. طيب لو كانت بلاتفورم لوحدها وروم لوحدها كان ممكن تاخد ذا، لكن طالما عندك بلاتفورم او الاسم جاي بعد رقم ما بتاخدش معاه ذا. يعني our train leaves from platform 5 مش the platform 5. In a shop have you got those shoes in size 43. انت ما عندكش الحذاء ده بعد اذنك في مقاس 43. In the same way we say room 126 in a hotel, page 29 in a book and section A, etc. لما بيكون معاك اسم ومعاه رقم او حرف او حاجة بتميزه ده كده تحول الى حد ما الى العالمية لانه تم اليه اضافة فتسيبه على وضعه معرف بالاضافة فما بتحطش له ذا. الفكرة مش في كلمة لروم ولا page ولا platform ولا حتى كلمة section. الفكرة في فكرة وجود كلمة مع رقم مع بعض فعشان كده ما بناخد لهمش ذا. أول درس من ذا خلص. محتاج منك مراجعة كتير عشان تقدر تتمكن منه. لو ما رجعتش تحس ان انت تايه. الاكسبريشنز والأمثلة إلى حد ما كتيرة شوية. تقلش على نفسك. قسم الدرس هتلاقي الموضوع بقى أسهل. حاول تحل اكسرسايز موجودة في الديسكريبشن تحت وحل اكسرسايز اللي فات برضو معاها. وحاول تعمل شير وسبسكرايب ولايك على القناة لو عجبتك. وانتظر سينا another time. Wish you the best and take care of yourself. Goodbye.